يلا بينا نكمل السيرز بتاعت الكومبنسيشن اند بنفيتس او المزايا والاجور، ونوصل للحته المقلبزه اللي كله مستنيها، واللي هي ازاي نعمل جوب ايفالويشن او تقييم الوظائف. الحمد لله على السلامه، عشان تعرف كل حاجه عن الجوب ايفالويشن وكل حاجه عن الكومبنسيشن بنفيتس وكل حاجه باذن الله عن الاتش ار. الحمد لله على السلامه، انت مع اوريجامي. مساء الخير، انا اسمي مروان مختار، بزنس ترينر اند كونسلتنت، والنهارده زي ما قلت في الانترو احنا جايين نكمل الفيديوز بتاعه الجوب ايفالويشن، لان صعب قوي الجوب ايفالويشن يطلع في فيديو واحد، هيبقى كتير جدا. اوكي، احنا المره اللي فاتت كنا بدانا في الجوب ايفالويشن، ولازم ترجع تشوف السيريس من اولها. كنا بدانا في الجوب ايفالويشن وكنا قلنا ان اول خطوتين هو ان احنا نختار العوامل التعويضيه او الكومبنسبل فاكتورز اللي على اساسها هبدا اقول الوظيفه دي اقيم واكثر قيمه من دي. كانت زي ايه الكومبنسبل فاكتورز؟ زي الاديوكيشن، زي الاكسبيرينس، زي الليفل اوف سوبرفيجن التعليم او درجه التعليميه، زي الخبره، او زي مستوى الاداره او مستوى الاشراف، اذا كنت انت مشرف على 2 ولا مشرف على 3 ولا مشرف على قسم ولا مشرف على اداره ولا السي اي او اصلا في ليفل السي اي او او في ليفل المدير العام، زي مستوى اللغات اللي الحاجه دي محتاجها، زي الخطوره اللي بتواجهها الشغلانه، زي الورك انفايرمنت يمكن يكون فيها حر قوي او ساقعه قوي او هواء قوي او او او, أو. طب العوامل دي لاقيها فين؟ زي ما بقول لكم هتلاقي دايما في فايل تحت في الكومبنسبل فاكتورز، وكمان متقسمه لك ليفلات. يعني ايه متقسمه ليفلات؟ ما هو احنا دلوقتي اخترنا الكومبنسبل فاكتورز او العوامل التعويضيه اللي احنا قلنا الفيديو اللي فات ان هي بتتغير. العوامل التعويضيه مش ثابته، بتتغير من شركه لشركه عادي. ممكن تلاقي شركه مركزه على 4 عوامل تعويضيه وشركه ثانيه في نفس الشارع بس في قطاع ثاني او في مجال ثاني او بتريبورت البلد ثانيه مختاره عوامل تعويضيه ثانيه خالص. اوكي، اختار العوامل التعويضيه المناسبه لشركتي ولصناعتي، وبعدين بعد ما اختار العوامل التعويضيه بدانا نديها ويتس او بدانا نديها اوزان عشان ما تبقاش كل عوامل التعويضيه بنفس درجه الاهميه. ما هو ممكن اكون انا زي ما قلت الفيديو اللي فات برضو ان انا فاتح سنتر غطس في دهب، فسنتر الغطس ده انا عايز ادي اكبر ويت لاكبر عامل عندي على الورك انفايرمنت. اوكي، وثلاثه ان انا بدي ادي ليفلات للكومبنسبل فاكتورز. يعني ليفلات يعني انا ابدا ادي مستويات. يعني انت كده ترجمتها، يعني ايه ادي مستويات؟ ركز بقى معايا. انا دلوقتي عندي الاديوكيشن، مسكت الجوب ديسكريبشنز اللي عندي في الشركه بتاعت البوزيشنز اللي عندي انا في الشركه، مسكت الجوب ديسكريبشنز باسمها الدرج. انا عارف ان احنا قلنا في الشانل هنا اسمها جوب بروفايلز، لكن احنا بنستخدم الاسم الدرج. مسكت الجوب ديسكريبشنز وحطيتهم قدامي كلهم، من اقل جوب ديسكريبشن لاعلى جوب ديسكريبشن، من اقل وظيفه في تخيلي لاعلى وظيفه في تخيلي. اوكي، وبعدين بصيت على الاديوكيشن، لقيت ان في سيفيهات كتيره بتاعت البلو كولرز او بتاعت نسبه كبيره من اصحاب الياقات الزرقاء اصلا في الاديوكيشن مكتوب لهم ان البوزيشن بتاعهم مش محتاج ديجري، نو ديجري نيدد، مش محتاج درجه وظيفيه. وبعدين بصيت على جوب ديسكريبشنز ثانيه لقيتهم محتاجين بكالوريوس، وعلى جوب ديسكريبشنز ثالثه لقيتهم محتاجين ام بي اي. مفيش بوزيشن عندي في الشركه هيكون بره الثلاث اختيارات دول، يا اما نو ديجري، يا اما بكالوريوس، يا اما ام بي اي. خلاص ملحوقه. يبقى انا همسك اول عامل تعويضي عندي اللي هو الاديوكيشن، واقول ان انا قدامي ثلاث ليفلات، يا اما نو ديجري، يا اما باتشلرز بكالوريوس، يا اما ماسترز ان بزنس ام بي اي او ماسترز وخلاص. طب بالنسبه للاكسبيرينس نفس الفكر، يعني برضو همسك كل الجوب ديسكريبشنز اللي عندي وهبدا اشوف الوظائف اللي عايزه اكسبيرينس من 0 ل 3 ادي ليفل، من 4 ل 6 ادي ليفل، من 7 ل 9 ادي ليفل، من 10 ل 12 ادي ليفل، من 13 ل 15 ادي ليفل، فوق 15 ادي ليفل. لا، واحده واحده بقى مروان، هو اللي انت بتقوله ده منزل؟ يعني لازم يكون من 0 ل 3 ومن 4 ل 6؟ لا، انا في شركات عملت فيها من 0 ل 4، وفي شركات تانية في الجوب ايفالويشن وانا بعمل جوب ايفالويشن عملتها من 0 ل 2 عادي، براحتك وانت اللي قادر. طب يا مروان، تاني سؤال، ده انت عملت تلات ليفلات بس في الاديوكيشن، وفي الاكسبيرينس انت دلوقتي قلت اكتر من ست ليفلات. عادي، ما هو مش شرط يكون عدد الليفلات في كل كومبنسبل فاكتور واحد. ده طبعا عدد الليفلات في كل كومبنسبل فاكتور مش واحد. السؤال التالت اللي انت ممكن تكون سالته لكن قدامك كان هيجي لك في دماغك وهتتلخبط، هو لازم البوزيشن اللي ياخد ليفل 1 في الاديوكيشن ياخد ليفل 1 في الاكسبيرينس؟ لا طبعا، عادي، انت ممكن تبقى مشرف لحامين
فتاخد ليفل 1 في الاديوكيشن اللي هو اقل ليفل اللي هو نو ديجري، وتاخد ليفل 3 او 4 في الاكسبيرينس اللي احنا محتاجين في البوزيشن ده ان صاحبه يكون بياخد اكتر او يكون عنده اكتر من 15 سنه خبره. طبعا ما انت بتتكلم في الاديوكيشن والاكسبيرينس، بتيجي نتكلم في حاجه كده ما ينفعش نجيبها من الجوب ديسكريبشن زي الورك انفايرمنت. برضو همسك انا الورك انفايرمنت دي وهبدا اقول انا عندي كذا ورك انفايرمنت. تعالى كده نفكر، انا عندي الورك انفايرمنت بتاعت المحاسبين و بتاعت الناس بتاعت الجرافيك ديزاينرز، راجل قاعد طول اليوم في المكتب ما بيتحركش، وعندي واحد زي المشتريات قاعد في المكتب لكن بيتحرك، وعندي واحد على طول بيتحرك، وعندي واحد في المصنع. انت قصدك تقول ان انا برضو امسك البوزيشنز وابص على الورك انفايرمنت وبالتالي اقسم 4 أو 5 أو 6 أو 3 أو 2 ورك انفايرمنت. طب سؤال بقى مروان، ما هو انت كده الادوكيشن والاكسبيرينس لو انت جبت ابو لهب قاعد معانا على الترابيزه مش هنختلف معاه في دي، لان هو هيقول ان هو الادوكيشن والاكسبيرينس موجودين في الايه في الجوب ديسكريبشن، لكن الورك انفايرمنت فيها كلام. لا، بعد ما تخلص اختيار الكومبنسيبل فاكتورز وبعد ما تديهم ويتس وبعد ما تعمل لهم ليفلات، امسك الليفلات دي واعمل فايل برضه هو نفس الفايل اللي موجود تحته فيه الكومبنسيبل فاكتورز. هتلاقي بعد كده الصفحات اللي بعديها ماسك لك كل ليفل في الكومبنسيبل فاكتورز وعامل لك ديفينيشن ليها. ركز بقى معايا بالله عليك في الحته اللي جايه دي، عشان الموديول ده احنا في كل موديول الحمد لله بنبدا نكون ماشيين وبنيجي في الاخر نعمل كيس ستادي. انا عايزك المره دي في الحته اللي احنا وقفنا فيها دي تروح تجيب اكسل شيت وتختار لي كومبنسيبل فاكتورز لشركتك تكون مناسبة لشركتك بعد اتفرج على الفيديو اللي فات، وتحطهم تديهم ويتس وتديهم ليفلات، وتمسك كل ليفل تديلي الديفينيشن بتاعه. قفل الاكسل شيت ده وبعتهولي. احنا موجودين على فيسبوك، موجودين على انستجرام، موجودين على لينكد ان، موجودين في كل حتة. حتى لو انت في الكومنتات هنا طلبت رقم التليفون هنسيبهولك وبعتهولي واتساب، خليني اساعدك في دي، خليني اقولك اذا كان الشغل ماشي صح ولا غلط. بنفكركم ان احنا موجودين على البلاتفورمز كلها اللي احنا قلنا عليها. لو الكونتنت عجبك اعمل شير مع حد يكون انترستد في المجال، ما تنساش تعمل سبسكرايب لو مش عامل وفعل الجرس. شكرا واشوفكم قدام بتتطوروا.